معانا على التليفون الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. النهاردة الرئيس أعاد الحياة لمشروع تشكى الخير، قولي شايف إزاي هذا الإنجاز اللي تحقق في هذا المشروع؟ يعني طبعا خلال السبع سنين اللي فاتوا من 2014 وحتى 2021 الحقيقة يعني في إنجازات رهيبة جدا تم تنفيذها على أرض الواقع، وكان في دعم قوي وغير مسبوق لجنوب الوادي ومحافظات الصعيد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروع تشكى، اللي هو يعني لو عملنا مقارنه كده من يعني سنه 2000 مثلا، من 10 سنين فاتوا كان الوضع ايه ودلوقتي ايه؟ كانت نسبه التنفيذ تقريبا لا تتجاوز ال 10 15% بالنسبه لمشروع تشكى، دلوقتي لا بتتجاوز ال 60% في نسبه التنفيذ. ليه؟ علشان في بنيه تحتيه بدات تتعمل، البنيه التحتيه دي في تنفيذ شبكات الطرق، المحاور الجديده اللي اتعملت، تسهيل الوصول لمناطق المشروع، مد شبكات الكهرباء، مد خطوط المياه الري، كل ده اتعمل فاصبح فيه جذب بقى للاستثمارات، وان القطاع الخاص فرصه ان هو كل حاجه بقت جاهزه يقدر يزرع، يبقى مفيش مشاكل هتعوقه، يعني كل المقومات بتاعه المشروع اصبحت جاهزه لهذا المشروع. ممتاز. بالاضافه للمجهودات المبذوله كبيره جدا في ان يبقى في زراعه القمح على الديفوتات او نظام الري الحديث اللي هو زي ما يعني الناس كلها شافت في الاعلام خلال افتتاحات السيد الرئيس، مساحات كبيره مزروعه بالقمح في تشكى، في مزرعه نموذجيه على اعلى مستوى عالمي في زراعه النخيل، خاصه النخيل اللي ذات قيمه مضافه لها، قيمه تصديريه وتصنيعيه زي اصناف البرحي واصناف المجدول اللي لها قيمه عاليه جدا تصديريه وقيمه غذائيه عاليه كمان. يمكن المشروع هيبقى من المشروعات الكبيره الضخمه جدا اللي هتعمل في تشكى، ويمكن كل الناس برضو شافت مزارع النخل اللي هي تنفذت بالفعل، وجاي كمان التوسع فيها، يعني وصل دلوقتي حوالي 350 الف فدان دلوقتي في تشكى وشارع الاعلانات مزارعين بالفعل. ليه؟ لان في جراه في اتخاذ القرار، في تنفيذ على ارض الواقع، في بنيه تحتيه بتتعمل على يعني اكبر قدر ممكن من التقنيات الحديثه، وزاره الزراعه بتقوم بجهد كبير جدا في توفير الاكنه الزراعيه، توفير تطبيقات البحوث والتقنيات الحديثه في الزراعه والتقاوي والاسمده وكل ما يتعلق بالخدمات اللي بيقدمها المزارعين، ومشروعات حياه كريمه، وكل ده نزل المنطقه جنوب الوادي والصعيد، فاصبح الامر ميسر لي ان يبقى في فرص استثمار جاذبه قويه علشان نقدر نحقق الامن الغذائي. الست الرئيس يركز عليه جدا. كويس. المشروعات دي ازاي فعلا هتوصلنا لده للامن الغذائي؟ بالظبط، يعني هو يعني المشروعات اللي هي التوسع الافقي في مساحات كبيره في زي مشروع تشكى، مشروع دلتا الجديده، مشروع تدمير شمال وسط سينا، كل دي توسعات بتتعمل عشان زياده الرقعة الزراعيه اللي ازرع فيها المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي ممكن تامن لي الغذاء وتحقيق نسبه اعلى من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح مثلا. بالإضافة للأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، سواء كان إنتاج حيواني، إنتاج دجيني، إنتاج سمكي، تصدير زراعي وخلافه، فتح فرص عمل جديدة، مجتمعات عمرانية جديدة، التوسع في الأماكن الرحبة في الصحراء علشان تخف شوية من التكدس السكاني الموجود في الوادي والدلتا، كمان توفير الغذاء في ظل التحديات الموجوده سواء كانت تغيرات مناخيه، سواء جائحه كورونا، سواء نقص ميه،
في عوامل كثيرة جدا، بس رغم هذه التحديات إلا أن كان في إرادة سياسية قوية جدا، في تحدي في منظومة عمل متكاملة بتشتغل علشان في توفير أمن غذائي صحي وآمن للشعب المصري، وفي نفس الوقت في تصدير، في فتح فرص عمل، وفي كمان نجيب عائد يعني قوي للدولة، وفتح فرص استثمار والقطاع الخاص يشتغل بكل وضع. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور نعيم مصرحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في المواجهة يا فندم.